من شدة الرهب وعشت مع الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم حواري المساء. من هنا نبدأ بحوار مفتوح صريح وفي دولة آمنة مستقرة نلتقي. بداية نرحب بالباحث القانوني والناشط السياسي الأستاذ محمود الرملي. مرحبا بك أستاذ محمود، فرصة طيبة، ألف شكر لدعتكم الموقرة. لا شك أنها دائما تثري المجتمع الليبي بما يجب أن يكون، بما يطلع عليه، سواء كان في إطار المحلي أو الشأن الدولي، ما يهم ليبيا وما يهم الليبيون سياسيا وأمنيا واقتصاديا وثقافيا، وهذا ما يجب وهذا ما يجب أن يصار إليه. بارك الله فيك أستاذ محمود. بداية نريد أن نتكلم عن الوضع الرهل. ربما غدا الخامس من نوفمبر والمحكمة الدستورية قررت أن تصدر الحكم، أو أجلت المحكمة إلى الخامس من نوفمبر، فكيف تتوقع وتدرس وترى المحكمة الدستورية في يوم الغد؟ لا شك أن نزاهة القضاء وأن أهمية أن يكون القضاء بعيدا على كافة المؤثرات أمر جوهري وأمر لابد منه، ولكن أيضا يجب أن ما يجب أن يكون وما يجب أن يصار إليه في أن ليبيا اليوم على المحك. نحن أمام متغيرات محلية وأمنية وسياسية حقيقة تحتاج إلى وقفة جادة، فيجب أن يكون هناك فيصل فيما يتعلق بهذه الإجراءات. نحن أمام منعطف خطير، لا شك أنه خطيرا وخطيرا جدا، ابتداء من أن هناك مشكل وشرخ سياسي وقع من أول يوم ما بين برلمانيين اجتمعوا بطبرق وبرلمانيين بقوا وبرلمانيين امتنعوا وبرلمانيين لم الحقيقة هذه بداية كانت المشهد السياسي الملبب. المشهد لا شك أنك هذا كان باعتبار أن هناك خطأ أرى أنه شبه كارثي، وهو سياسة حرق المراحل أو التعجيل في سياسة حرق المراحل، اعتبارا من أن التعجيل بالانتخابات الأولى أن تنتقل من نظام ديكتاتوري بالمطلق إلى نظام ديمقراطي في 6 أشهر في شعب لم يرى حقيقة، لم يعرف بالديمقراطية إلا سماعة ولم يراها بشكل حقيقي. هذا حقيقة كان عيب من العيوب الرئيسية ربما أدت إلى نتائج نحصدها اليوم. هذا المشهد بالرغم من هذا استبشر الليبيون في المرحلة الأولى بعملية وجود انتخابات بانتقال سلمي للسلطة، لا شك أنهم أعطوا من أروع الأمثلة. وما لوحظ وما يجب أن يقال وما يشاد به أن من حصلوا أو من حصدوا رأس القذافي وأنهوا الصراع في ليبيا حقيقة أبعدوا عن المشهد السياسي بالمطلق، لم يكونوا مشاركين، كانوا حماة لهذا البلد، حاولوا قدر الإمكان أن يكونوا بعادة على هذا الأمر إلا من ناحية حماية صناديق الاقتراع. نعم. أعطيت هذه الإجراءات، وصلت إلى نتائج، وصلنا إلى مؤتمر وطني، مر ما مر، هناك النقد والكثير والكثير مما يقال، هناك ربما إسهال تشريعي وبعض الإجراءات ما كانت لتصدر، هناك إجراءات كانت يفترض أن تستمر، ولكن كان هناك حراك ممنهج على أن المؤتمر يجب أن لا يستمر. مع هذا وذاك، ولد ما بعده ما يتعلق بقانون انتخابي، ولد ما يمكن أن يكون أنه هناك انتخابات جرت في ليبيا من أجل ميلاد جسم برلماني، برلمانيين انتخبوا، لا شك في نزاهة الانتخابات، لا شك أن هناك انتخابات بالمطلق، رغم أن هناك لا شك مناطق لم تنتخب، هناك أيضا جهات، هناك الكثير من الإشكاليات التي وقعت، ولكن ما يجب أن يقال أن هناك انتخابات وقعت في المجتمع الليبي البسيط في تكوينه السياسي. وصلنا إلى هذا، كان يفترض أن يصار إلى إعمال قواعد الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري لدينا إعلان دستوري بتعديلاته التمام، إلا أن هذا الإعلان كان من على الجميع، وهو أول المبادئ الخاصة الحاكمة التي يجب أن يكون المرجع والفيصل والذي يرجع عليه، سواء من طبقة إذا لم يكن مرجعنا سواء كساسة ولا كمسؤولين سياسيين. الإعلان الدستوري فعلى الدنيا السلام، نحن نتكلم على دولة فتية تريد أن تحتكم لقواعد القانون، غاب عنها القانون إلا قانون غاب القذافي. إذن ما يجب أن يقال، مع هذا حصلت مشكلية في اجتماع بطبرق، هناك من ذهبوا إليه، ربما بعض
وهناك من امتنعوا، هذا الشرخ الذي وصل في المجتمع الليبي وصل إلى كارثة. نعم. طيب نتكلم على محكمة. نعم. نعم. طيب أستاذ محمود، قبل أن تؤجل المحكمة إصدار الحكم وتحدد 5 نوفمبر، لربما كان المشهد متغير قليلا، أن هناك خلاف بين أعضاء طبرق وأعضاء مخالفين، أو هذو الأعضاء قد امتنعوا عن الذهاب، ولكن تغيرت الأحداث وبعد تأجيل المحكمة رأينا الإجرام قد زاد في المنطقة الشرقية خصوصا، ونشر مجموعة تسمى بالصحوات، ارتكبت مجموعة من الجرائم. ومن الغريب أيضا أن ما يسمى ببرلمان طبرق اعترف بما يسمى بعملية الكرامة وغير ذلك، فكيف تقرأ هذا المشهد، وخصوصا الآن تستهدف بيوت من حسبوا على إشعال ثورة 17 فبراير، المحامي فتحي تربل وزيو الذي فجر الكتيبة وغيره وغيره وغيره. نعم. نعم. أولا يخطئ من يحاول قدر الإمكان اختزال مشكل ليبيا بالمطلق على أنه مشكلة ما بين برلمانيين امتنعوا وبرلمانيين حضروا وبرلمانيين كانوا ما بين هذا وذاك. هذا خطأ حقيقة في التكييف. المشهد الليبي الملبد أكثر من هذا إشكالا وأعمق مشكلة، والواقع العملي أن هناك، وكما أكرر وأقول، أن هناك انفصام ما بين الفاعلية والشرعية. نعم. حيث أن من يملك فاعلية على الأرض لا يملك شرعية لدى المؤتمر أو للبرلمان. نعم. ومن ولو على أرض عند بعض الأذهان، ولكن أو اللي هم الثوار نعم يملكون على الأرض وعلى الواقع على الأرض، ويملكون الفاعلية في التنفيذ ولا يملكون الشرعية. ومن يملك شرعية الذي هو تم انتخابهم سواء كانوا مؤتمر وطني سابقا أو ما إلى ذلك، أو حكومة تم تكليفها، أو الآن برلمانيين، يملكون شرعية ولكن لا يملكون فاعلية. هذا الإشكال، هذا الانفصام أدى إلى وعدم التطابق فيما يتعلق ما بين الجسمين أو التقارب ما بينهم، أدى إلى إشكال كبير. هذا نتج عنه أيضا البعد ما بين وجود اتجاهات، هناك استراتيجية، هناك ثورة، الليبيون ثاروا من أجل إنهاء الظلم، من أجل إنهاء المعاناة، من أجل غد أفضل، من أجل أيضا أن تكون هناك تجفيف لمنابع الفساد. نرى أن الشق الأمني بالمطلق اولا خرجت لدينا خرجت باشياء جديده متمثله في عمليه يعني عمليات ما انزل الله بها من سلطان، قضوا ماربهم بالثوار ثم ابعدوهم بطريقه او باخرى، اتبعوا معهم سياسه شكر الله سعيك، ارجع الى بيتك، هناك ما يسمى ببرنامج التفعيل للجيش، لا ندري لي اي جيش يتم تفعيله. لا يوجد عند ليبيا، القذافي ألغى من نهاية الثمانينات بداية التسعينات ألغى ما يوجد في الجيش نهائيا وتم حله. أيضا لا يوجد إلا كتائب أمنية محسوبة على النظام. ما الآن ما يوجد عبارة بالمطلق عبارة عن 145 أو 140 ألف هل يتقاضون مرتبات ولا يعملون، معظمهم لا نقول هناك الشرفاء وهناك الطيبون وهناك الخيرون، ولكن لا يوجد كلمة تفعيل استمرت 3 سنوات كانت من أجل ابتزاز لم يكن هناك ولن يكون هناك جيش بالمطلق، هناك ما يفترض أن يكون تكوين. الثوار أهملوا، هناك من يعمل ولا يأخذ مرتب، وهناك من يأخذ مرتب ولا يعمل. هذه قصة حقيقية. الشأن الواقعي في بنغازي، الواقع العملي حاليا، أن هناك السيد حفتر وهو عسكري ليبي سابق كان من المفترض أن يطبق قواعد القانون باعتبار أنه قد تم إحالته بالشكل الحقيقي، تم إحالته إلى التقاعد، بلغ سن التقاعد وهو أمر إجراء قانوني ونحن نبحث على دولة القانون، فأين القانون من هذا؟ ثم أنه إذا كان العسكري قد تقاعد يجب أن يعني لي كيف يكون له منصب درجة؟ ثم الزاوية الثانية، إمكانية أن يوجد صراع سياسي ليس بهذه الطريقة. ليبيا يجب أن يحافظ على وحدة ليبيا التي ورثناها، يجب أن يقال أيضا أن تعطي كرامة بالطيران وبالقصف، نحن نتكلم على ويلات وويلات وويلات في مدينة بنغازي، نتكلم على تشريد، على حرق للبيوت، على هدم ممنهج، على جرائم ضد الإنسانية، نتكلم على جريمة بالمطلق، لا يمكن تبني هذه الجريمة ولا يمكن السكوت عليها ولا يمكن عدم التحقيق فيها. إمكانيات أن يكون حفتر منتصر هذه بالمطلق لم تكون ولن تكون ولن تكون. طيب أستاذ محمود، لما حدث تصعيد؟ كنا رأينا هذا التصعيد بعد أن أجلت المحكمة الحكم الدستوري، رأينا تصعيد في سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية، ما يسمى بالكرامة، أصدرت مجموعة من المجرمين الصحوات وغير ذلك، وقد ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية من حرق ومن لهب ومن اغتصاب ومن سرقة وغير ذلك، لماذا هذا التصعيد؟ نحن نتكلم على أن من ضمن الإشكاليات التي وجدت في المجتمع الليبي أن هناك إشكالية متمثلة في أن هناك قتل ممنهج للثوار.
شبه ممنهج. نعم. هناك نوع من الثورة المضادة تحاول قدر الإمكان إلهاء وإنهاء وإنهاك ثورة 17 فبراير. هناك أيضا محاولات من أجل منع الانتقال السلمي للسلطة. هناك أيضا محاولات من بقايا عصابة المقبور من أجل التواجد والاستمرارية. نحن نتكلم على 3 سنوات وزنيب، نحن نتكلم على واقع مرير عناه التوار ومع ذلك صبروا. نتكلم على كتائب القذافي تريد الرجوع. نتكلم على عصابة موجودة في الخارج لديها الأموال ولديها القدرات ولديها العلاقات تحاول قدر الإمكان الابتزاز وخلق المشاكل والإشكاليات من أجل أن تفوز بليبيا كغنيمة. محاول قدر الإمكان بحقيقة خلق صراع بدرجة رهيبة في المجتمع الليبي. حاولت قدر الإمكان التأليب الليبيين على بعضهم. نعم. النسيج الاجتماعي الليبي المتكافل والمتضامن والذي كان استمر لعهود سنون طوال جدا جدا، الآن يحاول قدر الإمكان العابثون من أجل كسر هذا النسيج، من أجل خلق نوع من الشرخ الاجتماعي، من أجل العمل على قتل التوار. نحن نتكلم على شباب ليبيا، نحن نتكلم من الذين حملوا السلاح ضد الطاغية القذافي وكتائبه. نحن نتكلم أيضا وليلتفت الجميع إلى تصريح موسى إبراهيم. موسى إبراهيم الناطق الرسمي لنظام الطاغية ماذا قال؟ قال هذا إن عبارة عن استمرار للرتل الذي حضر إلى بنغازي بسنة 2011. إذن هو عبارة عن نوع من الثورة المضادة يقوم بها فلول وبقايا وعصابة المقبور من أجل استعادة سطوتهم. هذا حكم عسكري والليبيون لا يمكن أن يستمروا في نظام حكم عسكري. هذا نظام إجرامي لا يمكن أن يستمر. والثورة أنا أؤكد أن ليبيا ستكون مستقرة آمنة ولن يكون العسكر جزء من هذا المكون فيما يتعلق بقيادة ليبيا باعتبارهم لا يمكن أن يكون طيب إلا طيب عملية طيب مدنية. طيب كيف استطاعوا أن يحولوا الثوار في أنظار الكثيرين بأنهم إرهابيين وبأنهم غير ذلك من الشماعات والتهم، وبينما من حسب عن النظام السابق ومن قمع الثورة الآن يسمى بالجيش ويسمى بالمنقد وغير ذلك؟ أولا عمل بالشكل الحقيقي كان هناك شيء ممنهج فيما يتعلق بالأشكال الإعلامي. نعم. كانت هناك نوع من المنهجية الواضحة لديهم في أنه يجب شيطنة الأمور ومحاولة الشيطنة التي انصبت على الثوار وعلى الثورة وعلى أفكارها وعلى مبادئها وعلى رموزها وعلى عناصرها أصبحت أنها حتى أن أصبح أن يكون من الثوار أصبح سبة وأصبح نوع من العار وأصبح نوع من الإشكال. أصبحوا يوصفون بالمجرمين والإرهابيين، بل وصلوا إلى إمكانية أن يتم تجريمهم أمام مجتمع دولي والمطالبة ذلك جهارا وهارا والحديث ذلك في وسائل الإعلام. يعتبر هذا نوع من الانقلاب الممنهج والثورة المضادة قادتها بعض الرؤوس وتحاول قدر الإمكان إبعاد الثوار من أجل الاستفراد بالمشهد السياسي. محاولة الاستفراد هذه لن تنتج في ليبيا إلا نجديد من الانضمام لبعضهم. ونرى الآن طرابلس آمنة بعد فجر ليبيا. من الذي جعل طرابلس؟ طرابلس الآن في الحقيقة أنه نتكلم على إشكالية أمنية. طرابلس ليس لديها إشكالية أمنية. نتكلم على مشكل كان بالوقود الآن انتهت. نتكلم على مشكل كان بالمصارف وزحام شبه تلاشت. نتكلم على إشكاليات ورثت ربما ساهم بطريقة أو بأخرى حكومات متعاقبة. نعم. ولكن نتكلم الآن نعم. على إمكانيات لحلحلة الأمور. كانت الأمور تخلق. نعم. والآن يحاول قدر طيب الإمكان طيب الحلحلة. في هذه الثورة المضادة الأطراف الإقليمية أو الخارجية أو دول الجيران سواء مصر والإمارات وغيرها من الدول التي نراها الآن تساعد الثورة الإنقلابية أو المضادة، هل كانت من البداية يعني تخطط وتدبر مع أولئك أو الآن دخلوا على المشهد رأوا الإنقلابيين ورأوا المضادين لثورة 17 فبراير فدخلوا يساعدونهم، أو كان هذا ممنهج من قبل ولكن الثوار غفلوا عن الحقيقة؟ يعني الحقيقة بالنسبة فيما يتعلق بالشأن الخارجي لا شك أن ليبيا لديها هناك مؤثرات محلية وهناك خارجية، ولا شك أن هناك دول لا تريد لثورة الشعب الليبي أن تنتصر. هناك تأثيرات جانبية إذا انتصرت هذه الثورة. هناك بعض الأنظمة الشمولية الملكية وما إلى ذلك إذا انتصرت الثورات في الربيع العربي. هناك خوف وتخوف من إمكانية امتداد هذا النوع من الثورات الذي يتم التغيير فيه بالمطلق ويقلب الأمور رأسا على عقب. نعم. هناك أيضا رغبة في
في ألا تستقر الأمور، لأن ليبيا إذا استقرت اقتصاديا كثير من الدول تكون خاسرة. هناك أيضا محاولات مصرية جادة من أجل العمل على تصدير مشاكلها المحلية إلى ليبيا. نحن نتكلم على ليبيا التي فيها أكثر من مليون عامل مصري، نتكلم على ليبيا التي تعتبر مصر جارتها، ونتكلم على أنها الجارة الأكبر. لا يمكن أن يكون ليبيا كعلاقة كمصريين حقيقة علاقة أزلية تاريخية، ولكن أيضا ما يجب أن يصار ويجب أن يقال أن مصر تدخلها السافر في الشأن الليبي المحلي ومحاولة قدر الإمكان تدخل لجانب دون جانب ومحاولة الإلهاء الليبيين ومحاولة خلق فتن ومحاولة التدخل بخلق إشكاليات في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والتقول على الليبيين وتوجيه الآلة الإعلامية المصرية ضد الليبيين وفتح قنوات إعلامية للمعارضة والسماح للمعارضين لهذه الثورة من فلول وعصابة القذافي الذين سرقوا الأموال وقاموا بفتنة لمدة 42 عام. هذا كله كان نظام مخطط من قبل المصريين. السيسي يكون بكل وضوح بكل صراحة، السيسي لم يأتي بشكل ديمقراطي، كانت هناك إشكاليات شئنا أم أبينا. مع هذا وذاك تظل مصر لابد من الحفاظات على العلاقات مع مصر، نعم، ولكن يجب أن تكون مصر تنأى بنفسها عن الشأن الليبي، لا يسمح لها بإمكانيات التدخل في الشأن الليبي أو أن تفرض شروطها. مصر يجب أن تكون نائية على هذا. أيضا ما حصل من الإمارات العربية ومصر من عملية القصف المهينة فيما يتعلق للشعب الليبي، كنا نتمنى أو نرى أن الطائرات المصرية لا تتجه إلى ليبيا، تتجه إلى مكان ثاني. كنا نتوقع أن الإمارات العربية تتجه إلى طنب الصغرى والكبرى أو أبو موسى، ولكن أن تتجه المحتلة. إلى الشعب الليبي. نعم. هذه أمور حقيقة. نعم. يعني للأمانة نجد أمام واقع عملي في أن الليبيون عليهم أن يتكاتفوا فيما بينهم. نعم. أن ينسوا مشكلياتهم، والليبيون مشاكلهم لا تحل إلا مع الليبيين. نعم. لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تكون المشكلة محلية وشأنها طيب محلي. طيب أيضا في الوضع الدولي، لربما رأينا عندما خرج المجرم الطاغوت القذافي وأطلق أوائل الرصاصات خرجوا واستنكروا وأصبغوه صبغة أنه قد فقد الشرعية. الآن أكثر من 3500 نازح من بنغازي إلى المنطقة الغربية، الآن كيكلا أيضا تباد وعائلات بأكملها. الأمس فقط تستهدف أو الأمس تستهدف سيارة إسعاف بها جرحى استهداف متعمد وغيرها من جرائم الحرب. فلما نرى سكوت واضح من المجتمع الدولي؟ هل هذا السكوت دعم محليا ودوليا؟ علينا أن نقول أن هناك جرائم حرب ترتكب ضد مدنيين في مدينة بنغازي، في كيكلا، في القلعة، في هذه المناطق يتم فيها تهجير ويتم فيها قتل ويتم فيها إجرام. نتكلم على مدينة بنغازي الآن، الآلاف من الأسر يتم تهجيرها بناء على انتمائها وبناء على ولاها لثورة 17 فبراير. ليس هناك لها ذنب إلا هذا. هذه طبعا حقيقة جرائم يعاقب عليها القانون المحلي والقانون الدولي، ويجب أن فعلا أن يفتح فيها تحقيق، ويجب أن يكون هناك نوع من الصرخة الواقعية والفعلية بما يليق. سامحني أستاذ، من يومين فقط أستمع إلى مستشار ما يسمى بحفتر المجرم. هذا تكلم هذا المستشار وهو مصري، تكلم على قناة من القنوات المصرية وقال بما أن طائراتنا تخرج وتقصف هذه المدن فهذا يعني دليل على أن المجتمع الدولي راض على ما نفعل. فما حقيقة هذا الكلام؟ لا أعتقد أن هناك المجتمع الدولي كثير من النظرات حقيقة. للأمانة المجتمع الدولي يجب أن يقال فيه الآتي: أولا المجتمع الدولي وقف مع الثورة الليبية في بداية تكونها وبداية، وحاول المجتمع الدولي في فعلا صدرت قرارات من من مجلس الأمن، وكانت قرارات حقيقة ناصرت الشعب الليبي، نجح الليبيون في ثورتهم في بداية ثورتهم، لأن هذه الثورة ما زالت مستمرة وستستمر مراحل ومراحل ومراحل. لكن ما يجب أن يصار إليه في أن المصريون أجرموا فيما يتعلق بموضوع القصف في ليبيا، في التدخل في الشأن المحلي الليبي، محاولات فرض الهيمنة على ليبيا، محاولات أيضا هناك أيضا أخطاء أخرى متمثلة في إمكانيات وجود عقود أو اتفاقيات. مصر لن تكون ولن يكون ولن يكون لن يكون لمصر يد في ليبيا مهما كان. إذا أرادت مصر أن تحافظ على علاقات طيبة مع هذا الشعب الطيب فيجب أن تنأى بنفسها عن الإشكاليات، يجب أن تبتعد مهما كانت
مهما كانت الأماني في أن يكون لها، لن يكون هناك دور إيجابي في هذا الجانب. الليبيون يأسوا من أن يكون مصر متدخل محايد الآن، متدخلة وبقوة في المنطقة الشرقية، محاولة قدر الإمكان مناصرة لفئة حفتر، محاولة للتزويد، رأينا سفن ترسو في المواني من أجل إنزال أسلحة وذخائر وطائران وما إلى ذلك. هل هذا سينتج علاقات جوار في المستقبل؟ نعم. تكون مبنية على أساس بالعلاقات الدولية السلمية. نحن نتكلم على أن مصر كأم كبرى كانت يفترض إليها أن تنظر أن تساعد هذا الشعب الليبي المنكوب لمدة 42 عام. كنا نتوقع من مصر أن تمد يد العون للليبيين، كنا نتوقع أن الليبيين الذين احتضنوا المصريين ولا يزالوا من أجل أن يكون هناك عمال لليبيا مباشرة هنايا في يد العاملة المصرية، الآن تجد بالسوق الليبية سوق تقوم على أساسها نهضة للطرفين وتكون هناك استفادة. كل هذا لم يكن، هناك نوع من حقيقة من نكران الجميل، هناك أيضا محاولة للالتفاف على الثورة الليبية، هناك محاولات وستكون بإذن الله يائسة من أجل القضاء على هذه الثورة. هذه حقيقة نوع من الخطأ والخطأ الفادح. ما يتعلق بدول الطوق ودول الجوار كل جميعا أنت محاولاتها قدر الإمكان، ربما كان هناك موقف رائع جدا من تونس، موقف معقول جدا من الجزائر، أكثر عقلانية من بعض الدول الجنوب بما فيها السودان، ولكن أن يكون موقف مصر بهذه الزاوية محاولة لتصدير أو لتطوير الإشكاليات في ليبيا، محاولة لخلق الفتنة، هذا سيؤدي إلى إشكال في مصر. لن تنجح مصر في تصدير مشاكلها إلى ليبيا، ولن تنجح مصر أيضا في زعزعة الليبيين وثورتهم. مصر فعلا لديها إشكاليات الكثيرة والكثيرة والكثيرة، ولكن ليبيا لديها القدرة على حلحلة مشاكلها، وثوارها قادرون. نعم. أثبتوا في فجر ليبيا وأثبتوا أيضا أنهم قادرون على الصمود وعلى قادرون أيضا على حل الإشكاليات. نعم. طيب أيضا في الشأن الدولي، ربما مبعوث الأمم المتحدة الآن حكومة الإنقاذ توجه انتقادات صريحة، أو بالأحرى قد وجهت دعوة على هذا المبعوث بأنه انحاز لطرف من الأطراف، وهذا المبعوث صرح في أكثر من لقاء بأن هناك لا يوجد قصف المدنيين من قبل قوات حفتر وغيرها من التصريحات التي تبين انحيازه لطرف من أطراف النزاع. من حق حكومة الإنقاذ ومن حق الليبيين نقد المندوب إذا لم يدل بالبيانات وفقا أسس محايدة، ومن الممكن أيضا المطالبة بتغييرها، هذا حقيقة لا يمثل أي الموضوع. يجب أن يقال أن الإجراءات الأمم المتحدة حقيقة والمجتمع الدولي وقف مع الليبيين موقف كان أكثر من رائع. يجب أن نوضح هذه الصورة للعالم. نحن الشعب الليبي يشكر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكثير من المواقف وكثير من القرارات، ابتداء من تجريم القذافي كطاغية والتدخل الدولي من أجل نصرة الشعب الليبي وحماية المدنيين وأيضا تجميد الأموال الليبية حتى لا يستخدمها القذافي الطاغية. ولكن أيضا ما يجب أن المبعوث السامي للأمم المتحدة في ليبيا ما يجب أن يكون محايدا وأن يكون نزيها في نقل الصورة بالشكل الصريح والواضح. ولكن من الممكن أي جدا المطالبة بآلية التغيير، المكالمة بأن يكون هناك نوع من المكاشفة والوضوح والنزاهة في نقل الرؤية، هذا أمر طبيعي. ما يجب أن يصار إليه أن نحن نحتاج إلى نقل رؤية للعالم الخارجي في أن ليبيا كبلد وكثوار وكثورة متجهة إلى دولة المؤسسات والقانون، تريد بناءها، تريد التجانس معها، تريد أن تكون جزء من المنظومة الدولية، تقوم بما تأخذ ما حقوقها وأيضا تؤدي واجباتها كمنظومة دولية. نحن نتكلم على المجتمع الدولي الذي أصبح مثل القرية، ولكن هذا المجتمع يجب أن يحترم إرادة الليبيين، لأنهم عندما قاموا بثورة من أجل بناء دولة، من أجل بناء دولة المؤسسات، من أجل بناء دولة القانون، من أجل احترام حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بناء الدولة وكذلك يكون هناك تدخل، لا يمكن أن يكون هناك نوع من التفريق بين أبناء هذا الشعب، لا يمكن أن يكون هناك الكيل بميزانين أو بمكيالين. هي محاولات، طبعا الدول تنظر إلى مصالحها، لا شك أن كل دولة تنظر إلى مصالحها، ولكن يجب أن تترابط، أن تكون مصلحة ليبيا فوق الجميع، مصلحة ليبيا أولا ومصلحة ليبيا ثانيا ومصلحة ليبيا أخيرا، لا مصلحة فوق مصلحة ليبيا ولا مصلحة فوق مصلحة أن تنتصر هذه الثورة وأن ينتصر هؤلاء الشباب الذين ضحوا بالكثير والكثير. طيب أيضا من الأشياء التي أمامي بأن
عمر الحاس رئيس حكومة الإنقاذ قد وجه دعوة لانتخابات جديدة، فهل تراها هذه يعني بارك الله فيك طريق للخروج من المأزق؟ أنا أرى بالنسبة للمشهد السياسي إذا تكلمنا عليه أنه ملبد بالغيوم بالشكل المطلق. هناك إشكال كما تكلمت أن هناك لا أحد يستطيع التشكيك في نزاهة الانتخابات الماضية. الواقع العملي أن هناك انتخابات بالمطلق انتخابات برلمانية انتخب والأعضاء البرلمانيون منتخبون بشكل شرعي. ما يجب أن يصار إليه؟ نحن نسير أمام مختنق ولدينا أيضا إعلان دستوري يجب أن يحترم، محاولة قدر الإمكان التوافق ما بين الطرفين، يجب أن نحاول قدر الإمكان اللجوء إلى هل يمكن جبر هذا الأمر؟ هل يمكن لنا مهما كانت الإشكاليات التي بين الليبيين حتى ما بعد حرب سنصل إلى طاولة من أجل الوصول إلى حل؟ نعم. هذا الأمر إذا وصلنا إلى حل وهذه أو الخطة ألف إذا وصلنا إلى حل بإمكانية توأمة أو مكاولة أو مراجعة الأمور ومحاولة لملمة وهو أمر من الصعوبة بمكان، على الجميع أن يتنازل، على الجميع أن يحاول أن يضمد الجراح، على الجميع أن يحاول قدر الإمكان أن ينظر إلى وطن، الوطن فوق الجميع وأكبر من الجميع ويجب أن يصار أن هذه الثورة يجب أن تنتصر، ولكن يجب أن لا ينتصروا لأهدافهم وأغراضهم وإنما ينتصروا لوطن وينتصروا لثورة. مع هذا وذاك إذا لم يكن هناك في هذه الخارطة وعملية إمكانية جمع الأطراف فإنه يجب أن يصار إلى خارطة باء وجيم. نحن أمام دولة تريد أن تنتصر وأن تبني مؤسساتها، لا يجب أن تقف عند حجر زاوية أن هذه البلد عندما يتوقف لدينا برلمان أو برلمان لم يستطع، يجب أن يتم التفكير أيضا جهارا نهارا أنه إذا لم يتم التحقيق هذا أو لا إلى متى ننتظر؟ يجب أن يكون هناك ميعاد زمني لأن عنصر الزمن حقيقة ليس بالأمر السهل، هناك عنصر زمن مر وهناك زمن يمر، والآن نحن الآن نتكلم على نقطة ذات أهمية وأهمية قصوى متمثلة في أن لدينا لجنة الستين التي تم انتخابها بشكل واضح وصريح وشرعي والآن وأعطيت 120 يوم لتأمين بعد الاجتماع الأول اجتمعت تقريبا في يوم 10/4، نحن نتكلم على مدة قد انتهت، إذن نحن ننتظر نتائج وما بعد الدستور هو طيب في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هل هناك إمكانية في الوقت الراهن بإجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني؟ لا أستطيع تقدير الموقف لكن بالحقيقة من ناحية أمنية، ولكن أجزم بأن الليبيون الانتخابات الأولى والثانية لم يكن الأمور الأمنية مهيئة بالدرجة الكبيرة ومع هذا نجحت الانتخابات. أن يكون هناك حل سياسي وأن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة وأن تكون أيضا الليبيون يجب أن تكون لديهم نوع من المبادئ الحاكمة مهما كان الجسم التشريعي الذي يأتي، يجب أن يصار إلى وجود نوع من المبادئ الحاكمة تكون توابت لا يمكن الخروج عنها من أي جسم تشريعي يأتي، كان مؤتمر وطني ثم أتى برلمان ثم يأتي بعده برلمان قار، لكن هناك مبادئ تصاغ حاليا في شكل مبادئ قارة ثابتة لا يمكن إلا الاحتكام إليها. هذه المبادئ يجب أن ينتقل باعتبار أن ليبيا لا يمكن أن يتم تقسيمها وأن يكون قنوات للجميع. ربما الناس تعقدت من الانتخابات والإدلاء بالصوت، يقول لك أنا بعد ما نصوت لمرشحي فيظن بأني قد أعطيته شيك على بياض، يفعل ما شاء وقت ما شاء، يضرب بأهداف 17 فبراير عرض الحائط، يستدعي الأجنبي، يصدر كتائب لقصف المدن الآمنة، فيقول لك أنا خلاص هذه الانتخابات يعني تعقدت منها لأن نتائجها وخيمة وفاشلة يعني. مهما كان وكيف كان حتى وإن كانت النتائج كارثية، ولكن يجب أن نضع الأول لا نضع البيض بسلة واحدة، لكن لا يجب أن نتجه إلى الديمقراطية بالمطلق، يجب أن نتجه إلى التداول السلمي للسلطة، لكن يجب أن نؤسس أيضا إلى دولة القانون والمؤسسات، يجب أن نؤسس أيضا إلى أن يكون هناك احترام لمن ضحوا بأنفسهم وبأطرافهم، يجب أن نسمع سماع عاقل وحصيف إلى أنين التكالى والذين فقدوا ذويهم، إلى الذين فعلا ضحوا من أجل هذا الوطن، يجب أن يكون همنا الوطن أولا وهمنا الوطن ثانيا وهمنا الوطن كيف استطاعوا أخيرا. أن يغيبوا من قام بالثورة؟ كيف استطاعوا أن يغيبوا الثكالى والجرحى واستطاعوا أن يغيبوا أسر الشهداء وغير ذلك والآن لربما يوصفون بأشنع الأوصاف؟ الكارثة فيما يتعلق أن أنا أرى أن قانون الانتخابات الذي تم لم يكن قانونا بالمطلق، كان يفترض أن لا يكون هذا، لم يعطوا ثانيا هناك شباب
كانوا يعني حقيقة يعني شاركوا مشاركة فعالة، لم يعطوا كوتا، لماذا لا يمنحون نوع من التمثيل؟ ما يمكن جدلا أنه صدر قانون وهذا القانون تم كان هناك توافق عليه وصدر وكانت هناك انتخابات، وصلنا إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة أنه هذه الآليات التي رأيناها برلمان، مؤتمر وطني، مجلس انتقالي، حكومة، حكومة ثانية، حكومة ثالثة وما إلى ذلك، لم نستطع الوصول بالشكل المطلق إلى إدارة العجلة الانتقالية. إذن يجب أن نفكر في بدائل أخرى، يجب أن يكون لدينا خارطة طريق تكون واضحة. خارطة الطريق الأولى نحن مع وجود الجسم الشرعي، نحن مع وجود أن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة، مع وجود برلمان، مع وجود سلطة تشريعية، مع وجود سلطة تنفيذية أيضا قارة، ولكن أيضا إذا كانت هذه البدائل لا تستطيع الالتئام ولا تستطيع العمل ولا تستطيع الوصول إلى ما يريد الليبيون ولا تستطيع أيضا تحقيق الاستراتيجيات، نحن لدينا استراتيجية محددة متمثلة في إنهاء عصابة القذافي، أو ليس الإنهاء بمجرد إنما نحن نتكلم على أهداف تتمثل في بناء مؤسسة، في بناء دولة، في بناء جيش، في بناء شرطة، في إعادة بناء للمؤسسات، في تجفيف منابع فساد. هناك أهداف سامية، لا نتكلم على إمكانيات أن يكون جسم بدون أن يستطيع أن يعمل شيء. لا يمكن الأجسام التي لا يبعث فيها الحياة والتي لا تستطيع الحراك والتي لا تستطيع أن تنتج أحيانا تحكم على نفسها بالوفاة والموت، ولكن مع هذا وذاك هناك فرصة، ربما هذه الفرصة لن تطول طويلا ولن يصبر أيضا. نحن أمام مجتمع دولي، نحن في وسط محيط يعني حقيقة من المجتمع الدولي، نحن في المتوسط بموقع ليبيا الجغرافي، بقربها من السواحل الأوروبية، بقربها من كثير من الدول، بثرواتها، بإمكانياتها. هذه الدولة لن يكون هناك إلا حل سياسي، يجب أن يلجأ إلى ما يتعلق كيف يمكن أن نجد حل سياسي. نحن مع الحل السياسي إذا وجد حل سياسي يستطيع إنقاذ هذه ليبيا، نحن مع حل سياسي الذي يجمع الليبيين، الذي يمنع تقسيم ليبيا، الذين يلهثون وراء عبارات رنانة من وإلهاء الآخر أو محاولة الضحك على الدقون من أجل تقسيم ليبيا. هذا حقيقة شيء شنيع، ما قام به الأجداد وسطروه بملاحم رائعة وحافظ عليه الأحفاد وضحوا فيه بالكثير والكثير، لا يمكن أن يضيع. ربما أصبح المنصب والكرسي والمكانة مقدمة على حرمة الوطن كما يقولون، حرمة الوطن وبقاء الوطن ووحدة الوطن وإبقاء هذه الثورة. وفعلا نجاحها يجب أن يكون هو النبراس، فعلا الليبيون ضحوا بالكثير والكثير، الكثير الذي ضحوا به دماء وشهداء وأطراف لا يمكن أن يضيع. هناك الإدارة العميقة التي تشتغل في الدولة الليبية والتي جزء من منبع الفساد وتجفيف منابع الفساد. هذه الإدارة العميقة عندما تكلم عليها وتكلم عليها قيل بأن هذا هو الإقصاء بعينه. ليس هناك إقصاء وليس هناك إلا تجفيف لمنابع الفساد، لا يمكن أن يكون هناك تجانس مع الفساد بالمطلق، الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي، كل أنواع الفساد لا يمكن التجانس معهم في المطلق فيما يتعلق بإعادة بناء دولة. نحن نتكلم على دولة فعلا ورثت في 42 عام الكثير من التركات الثقيلة والثقيلة جدا، نحن نتكلم ليس هناك إمكانية للتجفيف منابع، يجب أن يكون هناك برنامج منظم واستراتيجية واضحة من أجل بناء دولة. نتكلم على ميراث ثقيل، نتكلم على كوارث مالية، نتكلم على كوارث سياسية، نتكلم على لعبة سياسية يجب أن تكون واضحة للعيان، نتكلم على خارطة يطبقها الليبيون، ولكن هل الخارطة هذه ستستطيع إيصالنا إلى ما نريد؟ نحن نتكلم الآن على نظام منهار ولكن فلوله وبقاياه تحاربنا يوميا، نحن نتكلم على قوات القذافي وهي ولا تزال مستمرة. لربما كانوا يحاربون في الخفاء، ولكن قد أظهرهم الله من أيام فقط خرجوا بمؤتمر يوضحون فيه الانقلاب الصريح على ثورة 17 فبراير. نواصل بارك الله فيك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فاصل ونواصل. من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب.
هذه حكومة جديدة، وإن شاء الله إحنا وعن طريق إعلام 17 فبراير ما نمجدوش ما نمدحوش ما نمدحوش، نذكروا رئيس الحكومة ونذكروا أي مسؤول، نذكروه بربي، نقولوا الحمد لله لسخرك ربي يا رئيس الحكومة لمسح دمعة المسكين، اللهم ارزقنا حاكم يطبق فينا شرعك، لو شوهتوا الناس أديتوا للناس، فرعون الله يلعنه ويلعن أتباعه، فرعون قاعد يوتي في مكيدة لسيدنا موسى، وتينا في مكيدة سيدنا موسى، زي ما الآن الخونة الناس ما يخافوش ربي، الناس الظلام يلبسوا في الناس أتوابها مش أتوابها. يا أحمد قد في الدم ما يقولش فيك الخير كناسك ولا قبيلتك، لو كنت صيد ولو كنت أنت راكب عدت المبالغ لشروط ضحايا لترميم البيوت لتزويج الشباب مش لشراء السلاح وشراء باش تدمر الليبيين، تبي إذن الله تعالى إلا مضوقة في الدنيا قبل الآخرة، أنت وأمثالك يا كيلاني يا أعضاء مجلس النواب، مع احترامي للأفاضل فيكم يا خونة يا خونة اللي طالبين تدخل الأجنبي في ليبيا، اللي طالبين سعم ليبيا على حارتين وزوز نفط ومحسوب على ليبيا، يطالب بالتدخل الأجنبي لليبيا، هذا يطلب في التدخل الأجنبي لليبيا، وهذا يضرب في الليبيين، هذا يتكلم باسم الكرامة وهذا يدوي باسم العدل، هذا آخر وقت، آخر وقت حيصبح فيه الحليم حيران. ونحب نهيئ عليك أستاذ محمود ونقول لك ليبيا بخير، وإن شاء الله يبعد علينا الفتنة ويرجع على هذا البلد ويطمئننا ونكلف فيك من تبرج، يعني ما تكلف تبرج إن شاء الله. الله أكبر. سمعتوا يا خونة اللي التجيتوا لتبرق الشريفة، تبرق الأفاضل، تبرق لحب الله والرسول، هذا واحد من تبرق، جيتوا هربتوا غادي تتعامروا على الليبيين، تتعبروا على المساكين. يعني نقول لك من داخل هذه الإذاعة التناصح، نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم يسر أرزاقنا، اللهم اعف عنا واخت تم لنا بالإسلام. هي ليبيا صحوي ونشوة كاسي وتدافع النبضات في أنفاسي، ما في الوجود كسحر. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أقام، بذلك قال الرسول الكريم فلب النداء تفز بالمرام، فلب النداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أقام. خبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا. أستاذ محمود الرملي، نرجع إلى الوضع والراهن في ليبيا وتحديدا إلى شرقنا الحبيب ومنطقتنا بنغازي العاصمة الثانية. بنغازي الآن التي كانت شعلة لوقود هذه الثورة وبداية في انطلاق ثورة 17 فبراير، مدينة آمنة مدنية مليئة بالسكان تباد الآن هذه المدينة، لربما كان من شماعات الخصوم من شماعات أصحاب الكرامة أن هناك إرهاب وأن هناك غير ذلك وقتل، والآن القتل يتجاوز بكثير القتل الذي كان في المدة السابقة، فكيف ترون الوضع في بنغازي بارك الواقع الله؟ العملي أنه لا وجود لكرامة تنقل بالطيران ويتم فيها القصف بالطيران. هنا استغرب مما يتعلق بوجود كرامة يعني تفرض على الليبيين بقصف الطيران. هذه جرائم حقيقة، جرائم تاريخية، جرائم بالمجتمع الدولي، حقيقة نوع من الجرائم الإرهابية التي ترتكب ضد المدنيين العزل في مدينة بنغازي. من يحاول قدر الإمكان تعليق الشماعة على إرهاب وما إلى ذلك فهو واهب. القذافي قام بمحاولات يائسة من أجل إسكات الليبيين، وحفتر ما هو إلا امتداد لنظام القذافي، محاولات يائسة من أجل إلهاء الليبيين، محاولات لزرع الفتنة فيما بينهم، محاولات لاستيراد أشياء لم تكن معروفة في المجتمع الليبي، ما سمي بالصحوات ثم بغيرها. هذه حقيقة نوع من استيراد جاء من بعض الممكن من العراق وما إلى ذلك، المهم أن ينتصر حفتر أو ما إلى ذلك. حفتر عسكري يريد إرجاع حكم العسكر إلى ليبيا، حفتر يحاول قدر الإمكان إذا كان هو رجل مدني ويريد أن يرجع بالديمقراطية،
فليتفضل إلى صناديق الاقتراع، وإذا كان فاز ربما يكون، ولكن هو لديه كثير من الجرائم. الإشكاليات التي حصلت في تشاد لن تنسى، هناك جرائم مرتكبة في السابق، هناك جرائم مرتكبة الآن، هناك جرائم يومية من قصف الليبيين، القصف الذي تم في بنينة، والقصف الذي تم في السلماني، والقصف الذي تم في الليتي. الآن هناك نوع من الإبادة، وهناك نوع من التهجير الممنهج، هناك نوع من الجرائم، هناك محاولات من أجل قسمة ليبيا، هناك نوع من الشيء الممنهج بأن ليبيا وكأنها بيعت لمصر. طيب أستاذ محمود، عندما يستهدف بيوت الثوار على شتى توجهاتهم وأفكارهم، عندنا زي ما ذكرنا بداية الحلقة زيو الذي كان شعلة في الكتيبة، وأيضا ذكرنا فتح تربل، وذكرنا الصلابي الذي كان من أوائل من تصدى إلى الرتل، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، والمستشفيات والأماكن المدنية عندما تقصف. ما هي الرسائل التي يريد أن يوجهها هذا الطرف العدو المعتدي على هذه المدينة؟ أنا أعتقد أن هناك رسالة واضحة لي، أن هناك رسالة وردت من أو إلى عصابة القذافي، باعتبار أننا نحن نحاول قدر الإمكان إرجاع القذافي أو إرجاع بقايا القذافي، نحن نحاول قدر الإمكان إلهاء الثورة أو إنهاكها وإنهاءها وإنهاء الثوار، نحن نحاول تدميرهم باعتبار أننا نطبق منهجية القذافي وفكر القذافي، وأننا هذه الرسائل التي يريد حفتر ويريد العصابة المتآمرة معه إرسالها. نحن نتكلم على واقع عملي في أن ما يجري في ليبيا اليوم، أو ما يجري في مدينة بنغازي، ما يجري في درنة، ما يجري في كيكرة، ما يجري في القلعة، ما يجري في المناطق، حقيقة جرائم حرب بالمطلق. هناك نوع من الجرائم، هناك فيه نوع من المنهجية من أجل السيطرة، محاولة لإرجاع بقايا وعصابة القذافي، محاولة لإرجاع عصابة العسكر، محاولة لإنهاء وإنهاك هذه الثورة. هذه المحاولات هي محاولات يائسة. هناك نعم تهجير، هناك قتل، لكن هل يستطيع القذافي في 42 عام لم يستطع إنهاء الشعب الليبي، لم يستطع إنهاء هذه الثورة، الآلاف قتلوا والآلاف شردوا، ولكن مع هذا وذاك ظل الليبيون وظل الوطن. هو حتى سياسيا بارك الله فيك، الآن نرى في بنغازي من كان يؤيد الكرامة ومن كان يقف مع الكرامة، عندما رأى هذا القصف الذي لم يفرق بين من يؤيد الكرامة ومن لا يؤيد الكرامة، فهنا الناس تغيرت. كيف هناك كرامة تأتي بالطيران، بقصف الطيران وبالمدفعية وبال بارجات، وكأن هناك هنا حرب شنيعة ضد ماذا؟ ضد شعب ليبي. نحن نقول أن القذافي كان مجرم، ولكن حفتر لا شك أنه أشد إجراما في عملية القصف الممنهجة للمدنيين لأحياء آمنة. نحن نتكلم على مدنيين موجودين بالسلماني، ولا نتكلم على غيرهم، نتكلم على موجودين منطقة الصابري عندما تعطى لها مهلة، وهذه المنطقة سوف تباد إن لم يخرج أهلها منها. يعني حقيقة هناك جرائم ممنهجة، وهناك قصف عشوائي، وهناك قتل للآمنين، وهناك ترويع، وهناك أيضا يعني سجن على الهوية، وهناك نوع من خلق المعادير، وهي مع يعني حقيقة أو معاثير، نتكلم على واقع أليم. وهناك أيضا العزل الذين يتعرضون لإبادة ممنهجة بالمطلق. ما يجب أن يكون؟ والآن نتكلم على أعضاء انتخبوا، أين موقفهم؟ أين الوضوح فيما يتعلق؟ هل القتل في الذي يتم في بنغازي يعني مباح؟ السؤال يطرح، يعني هل يشاهدون الإعلام؟ هل هذه الجرائم البشعة يعني لا ترقى إلى مستوى جرائم يجب أن تدان؟ هو من الغريب هناك بعض التسريبات من جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، يتكلمون وكأنهم مغيبين عن الواقع. هناك من يستدعي الأجنبي، هناك من يقول نريد أن نقبض بعض المال ونريد أن ننقص في الميزانية، ويتكلمون عن أشياء بعيدة جدا عن الواقع. في كيف هل أولئك فعلا مغيبين عن المشهد أو يتغابون؟ من أجل هذا وذاك نرى أن بالنسبة في ليبيا يجب أن تتجه إلى الاتجاه نعم مع وجود نوع من الحل السياسي في ليبيا، إذا كان للحل السياسي طريق، نعم مع محاكمة المجرم الذي قام بقصف مدينة بنغازي وكيكلا وغيرها، نعم من أجل أن يكون هناك شيء رادع وعادل لهذه الأمور، يجب أن يكون هناك تفكير جدي أيضا في الحل السياسي، يجب أن يكون بحجم المشكل. نحن نتكلم على مشكل ممنهج له من أجل إمكانية قسمة ليبيا، نحن نتكلم على إشكالية أن ليبيا لا يراد لها الاستقرار، نحن نتكلم على أن هناك إبعاد
قصري وفوري لكل الثوار الذين قاموا بثورة 17 فبراير والذين قاموا ضد القذافي. طيب في الحل عندما علق الكثيرون من الساسة وغيرهم أن المشكلة أو المخرج من هذه المشكلة التي تقع فيها البلاد الآن هي المحكمة الدستورية، وربما المحكمة أجلت وأجلت وأجلت وربما تؤجل حتى غدا، يعني إن أجلت الغد كيف ترى المشهد؟ أنا أرى أن بالنسبة ربما هي المحكمة جزء من حل ولكن ليست الحل. لن تحل مشكل ليبيا بمجرد الحكم مهما كان الحكم. أنا أرى أن من الواجب ومن المهم جدا جدا أن تتصدى المحكمة وبشكل جريء وسريع وعاجل لهذا الوطن بحيث تصدر حكمها من أجل وضع النقاط على الحروف. نرى أن هذه المحكمة يجب أن تصدر الحكم بشكل، لأن الموضوع حقيقة خطير والوطن على المحك. نرى أيضا أن التأجيل سيكون كارثي مهما كان. أيضا نرى أن هناك إشكال ثاني بأن الموضوع حتى وإن صدرت المحكمة حكمها فلن يحل الإشكال. ليبيا إشكالها أكبر من حكم محكمة، وإشكالها أكبر من وجود قرار من حكم المحكمة. ربما نرجع الأمور إلى الصفر، ولكن هل نحن سنكون أمام برلمان متجانس؟ هل نحكو أمام واقع عملي ربما أن ينجح؟ نحن نتكلم على واقع يجب أن يصار فيه كما أسلفت إلى وجود نوع من الحل النهائي والجذري فيما يتعلق بالشق السياسي، متمثل نعم مع وجود جسم منتخب ووجود حكومة قارة، ولكن يجب أن يصار إلى الأمور أن تكون هناك مبادئ ثابتة تحكم هذه العملية السياسية حتى لا يصار إلى تغيير الأمور أو الرجوع، وحتى تكون جميع الأطراف يجب أن يكون المرحلة توافقية. ليس هناك مغالبة في هذه المرحلة، المرحلة الانتقالية لا يمكن تبنى على الغلبة ولا يمكن إلا أن يكون الجميع راضي، ولكن أن يبنى على الموضوع أنكم أنتم أكثرية وأنتم أقلية والثوار دائما أقلية وليس لهم مندوبين وليس لهم قتل قوي. إذن لا يتكلمون عن الأقلية الآن، يتكلمون أن الثورة انتهت وأولئك الثوار يجب أن يرجعوا إلى بيوتهم أو يموتون. هي محاولة قدر لا. الإمكان إبعادهم باتباع سياسة شكر الله ساعيك وارجع إلى بيتك، والتاير الصحيح يجب أن يسلم. يعني حقيقة من يسلم وثم من يعترف بمن إذا كان جد هذه راهي حقيقة أكثر. مع هذا وذاك يجب أن تخلق نوع من العملية السياسية التي تليق بحجم المشكل، بما في ذلك خلق نوع من الغرفة الثانية الممثلة لعملية الواقع الفعلي الذي على الأرض. إذا وجدت غرفة ثانية لها الحق في التصدي للتشريع ولها الحق في عملية أن هو النظر في إصدار قوانين، وهي موجودة في كثير من الدول. تجارب الدول ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا في المغرب غيرها من الدول، هناك تجربة الغرفة الثانية ربما تكون الثلث من العدد الكلي وهي 100 لأن عدد البرلمان 200. سيكون هناك نوع من رعب الصدع للجمع ما بين الفعالي. ربما أنت بارك الله فيك أستاذ محمود تتكلم عن مخرج سياسي، ولكن نرى العدو يصدر الحرب حتى في الغرب. ربما الدعم بالسلاح والدعم بالجنود وبالمرتزقة لا يخفى على أحد، خصوصا في الجبل. ونتمنى أن لا يكون حرب تصديرها أكبر وأشد، ربما هناك حتى تفكيك لدخائر أو تفكيك لمتفرقعات وما إلى ذلك. مهما كان وكيف كان ليبيا نرى أن هناك نوع من الشيء الممنهج من أجل القضاء على الثورة. هناك حرب في الشرق وهناك حرب في المنطقة الغربية، وهذه الحرب كلها ضد الثورة وضد الثوار. هناك آلية ممنهجة من أجل إلهاء الثوار، من أجل القضاء على ثورتهم، من أجل الانحراف على العملية السياسية، من أجل ألا يكون هناك حل في ليبيا وألا تكون آمنة وألا تكون متطورة وألا يكون هناك مخرج سياسي. مع هذا يجب أن يوجد حسم قوي، ويجب أن يكون أيضا حل جذري لهذه الإشكاليات، ويجب أن تصل ليبيا إلى أمان. نحن نتكلم على نهاية سنة، نتكلم على ميزانية مجمدة، نتكلم على إشكاليات أكبر، لكن نتكلم أيضا على أن هناك حلول كانت حقيقة رأيناها على أرض الواقع تتحقق بأيام وأسابيع بسيطة بعد أن خرجت كثير من بقايا عصابة القذافي. حقيقة هناك شيء من الجميل والجميل أن يقال في أن الكهرباء رجعت، هناك أيضا المياه لم تقطع. طيب. نتكلم على بلد أصبح يعني متجه إلى طيب الأحسن. أستاذ محمود في حراك المدن وأغلب المدن الآن، نتكلم عن 40 بلدية منتخبة الخميس الماضي قد اجتمعوا بحكومة الإنقاذ، وأيضا في كل جمعة يخرج الشارع الليبي في شتى المناطق دعما لفجر ليبيا، فهل هذا بارك الله فيك طريق أيضا للمخرج؟
دعم الشارع ودعم الشعب ودعم المناطق. الشارع يجب أن يكون أن مصدر السلطات هو الشعب ومصدر السلطات طبعا الشعب هو من أعطى تفويضا لهؤلاء النواب الذين انتخبوا. إذا كان الشعب لا يريدهم وتظاهر ضدهم وجمع التوقيعات فإن رأى أن هذا المصدر رجع الموضوع رجع لأصله. إذن يجب التفكير أن هذه الجموع الغفيرة التي خرجت وتخرج ومستمرة الآن إلى أسابيع وأسابيع وأسابيع دون كلل أو ملل يجب أن ينظر إليها نظرة فاحص في أنها تريد تغيير وتغيير يريد أن يحقق طموحها. هي تريد تغيير بالمطلق أعطت كلمتها وتستطيع سحبها. هي صاحبة الحق الأصيل ويمكنها أن تقول لا لكن على أساس أن ينتبهوا أنه لا يمكن لبرلمان ولا يمكن لأي جهة أن يكون هناك فقط نوع من الرضا الدولي بمجرد البحث على الاعتراف الدولي. نحن يجب أن يكون البحث على الاعتراف المحلي. يجب أن تعترف الشعب أو يعترف الناس المنتخبين بهذه الأجهزة قبل أن ينتخب بها وبحث عن الدولة. نحن نتكلم على برلمانيين انتخبوا نعم ولكن الليبيون لهم الحقية ولهم الأولوية في تقدير أمورهم ولهم الأولوية في تقدير مدى إمكانية ملائمة هذا الجسم من عدمه. نعم في حكومة الإنقاذ أيضا عدة ملفات شائكة وصعبة ومتعبة. فكيف ترى يعني عمل حكومة الإنقاذ و بما يعني تنصح هذه الحكومة للخروج أيضا من الأزمة؟ لا شك أن حكومة الإنقاذ ورثت تركة ثقيلة جدا جدا جدا. كثير من الأشياء وخاصة في ظل وجود حرب في منطقتين أو ثلاث نتكلم على شق أمني كبير يعني حقيقة مرهق جدا 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 ومش شق دفاعي أيضا ونتكلم على ثوار لم يتقاضوا وهاياهم ومرتباتهم لديهم الضرب الصعبة. نتكلم على صراع سياسي موجود نتكلم على ميراث ثقيل جدا أيضا نتكلم على ميزانية لم تسيل نتكلم على نوع من المنهجية في أنهم عدم يعني محاولة الآخر من إلهاء هذه الحكومة والعمل على خلق نوع من بؤر التوتر والعمل على تزكية هذا والعمل. الحقيقة الواقع أن هذه الإشكاليات والتي للآن نجحت هذه الحكومة في حل حالة الكثير من الملفات لكن لدي حقيقة إلى الآن نوع من الغياب فيما يتعلق بالشأن الخارجي في عدم الاهتمام بما يتعلق بالجرح في الشأن الخارجي. في الشأن الخارجي نعم. رأينا تأخر واضح لأوروبا لربما فرنسا وغيرهم الذين كانوا يتدخلون بكل قوة في بداية الأزمة والآن تأخروا. فهل هذا دلالة يعني أنهم رأوا حكومة الإنقاذ أصبحت تشتغل وهناك دعم واضح لها في الشارع؟ أنا أرى التأخر. أن هناك أن في ليبيا هناك كثير من الملفات الخاصة بالشأن الخارجي التي العالم الآخر يحتاج أن يكون هناك نوع من التواصل. أنت الآن تتكلم على حكومة واقع فعلي موجودة على سياسة أمر واقع بأن هذه حكومة تقوم بتسيير الأعمال في إطار العمل الليبي تقوم بتسيير الأمور اليومية. حقيقة فرضت الأمن وهو أمر واقع وحقيقي في طرابلس وضواحيها وفي المدن الليبية بالكامل. ربما هناك الآن هاجس في المنطقة الشرقية ولكن أكيد هناك خطة محكمة من أجل العمل على إرجاع الهدوء في كل ليبيا. ما يمكن أن يقال أن هناك عمل يجب أن تقوم به الحكومة دون كلل أو ملل خاصة بالشق الخارجي في التواصل مع هذه الدول في التواصل مع المنظمات الدولية في التواصل مع السفراء الليبيا الموجودين بالخارج في أن يكون نوع من الحلقات العمل من أجل التوضيح أن هناك انتقال سلمي للسلطة هناك عمل منظم. ليبيا التي كانت وستظل هي ليبيا التي ولدت من رحم الثورة والتي استمر بها الثوار وأن الثوار الذين سرق منهم أو حاول البعض سرقة ثورتهم منهم الآن استردوها ولا يمكن أن يفرطوا. طيب كلمتك للمحكمة الدستورية. كلمتي للمحكمة الدستورية أن عليها عبء ثقيل وميراث أكبر ولكن أيضا عليها واجب تجاه ليبيا في أنها يجب أن تحمي ليبيا ويجب أن تحمي الليبيين ويجب أن تصدر قرار جريء ويتمنى ومؤكد أنه سيصدر هذا القرار في أن يكون هناك فيصل تقوم به المحكمة وتنطق بحكمها ويكون هناك فيصل في كل هذه الأمور التي هي محل جدل في هذا اليوم. كلمتك لمن فقدوا كرامتهم والآن يقصفون المدن الآمنة. لا كرامة تأتي بطائرة ولا كرامة تأتي بقوة ولا كرامة تأتي من حفتر. كلمتك للشعب الليبي. الليبيون صابرون وقادرون ويجب أن ينجحوا ويجب أن يكون هناك فعلا انتقال سلمي للسلطة ولكن السلطة التي يجب أن تكون هي للليبيين الذين انتخبوا. هناك من مل من التظاهر وغير ذلك يقول لك خلاص يعني نطلع كل جمعة إيش الفايدة؟ إذن يجب أن يكون هناك تفكير في حجم التغيير بما يليق بالتضحيات. كيف يكون التغيير؟ يجب أن يكون التغيير يقرأ رحم الأرض
ويستقرأ ما يريد الناس ويحاولون قدر الإمكان باستفتاء أو غيره أن يلجأون إلى إجراءات قانونية تليق بحجم تضحيات الناس. طيب ختاما كلمتك للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي عليه أن يلتفت أن ليبيا لديها القدرات ولديها الإمكانيات البشرية، لديها إرادة، ولدى الشباب فعلا طاقات في أنهم يتجهون إلى بناء دولة مؤسسات وقانون، وعليهم أن يحاولوا قدر الإمكان مساعدتهم دون أن يتدخلوا فيه. طيب هو الوقت مازال، لكن ربما لديك كلمة تختم بها أو غير ذلك. أنا أختم قول مباشرة في أعني على الليبيين أن يتعاضدوا وأن ينسوا الخلافات التي بينهم. ليبيا أكبر من هذا وأكبر من ذاك. محاولات الجميع أو محاولات البعض من أجل إلهاء الليبيين وعدم لم شملهم تعتبر أيضا إشكالية، ومع هذا وذاك التوار أولا والثورة ثانيا، ولازم أن يكونوا جميعا متكاتفين من أجل ميلاد ليبيا كما حلم بها الشهداء وكما حلم بها من ضحى كثير منهم استشهد وكثيرا منهم على المحك الآن. ولكن يجب أن يلتفت الساسة أيضا إلى أن عليهم أن يتنازلوا على كافة الأمور من أجل وطن يبنى، ومن أجل وطن يجب أن يكون يجمع شتاته، ومن أجل أن تقف أيضا الأمور على ما يجب أن يكون عليه. أيضا يجب أن يقال كلمة واضحة هي تحية عطرة إلى التوار البواسل الذين هم الآن في الجبهات القتال في ككلة وفي بنغازي وفي غيرها من المناطق، الذين يقاتلون الطغاة، والذين يقاتلون بقايا عصابة القذافي، الذين يقاتلون من أجل نصرة هذا البلد ونصرة هذه الثورة، من أجل إعلاء كلمة حق، من أجل فعلا حقيقة يجب أن يقال أنهم من أجل ليبيا ولأجل ليبيا، وسيستمر من أجل ليبيا، وليبيا ستكون أكبر من الجميع. من أجل ليبيا وإلى ليبيا نلتقي بعون الله جل وعلا. بارك الله فيك أستاذ محمود الرملي الباحث القانوني والناشط السياسي على هذه الكلمات، ولعلها تصل إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم أيها المشاهدون، نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. نقول ختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برت من الدنيا أمورا شديدة.